زوجاته 11 فيما رووه واشتهر خديجة فسودة عائشة فحفصة وزينب ورملة ميمونة صفية وهند أما التالية زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب أولاده فسبعة بناته 4 فزينب في الأول وأم كلثوم تلي رقية وبعدها فاطمة ختامها أما الذكور إنهم فقاسم أولهم وعبد الله الطاهر مع إبراهيم أذكر قد ماتوا في حياته فاطمة من بعده غزواته فيما ذكر وما رووه واشتهر غزوة بدر وانتصر فيها النبي وانكسر جيش لأهل مكة في رمضان دكة وبعدها الجيش انهزم في أحد وما سلم جل الرماة نزلوا وأمره ما امتثلوا فكانت الهزيمة شديدة أليمة أتت بنو النضير بالعمل الحقير وهم بالغدر كما عن قومهم قد علم نبينا أجلاهم للشام قد نفاهم وبعدها الأحزاب بسعيهم قد خابوا وأبصروا المدينة بخندق حصينة وجيشهم تراجع بالريح والرعب معا قد نقضت قريضة عهودها العريضة إذ حاله الأحزاب وجانب الصواب فقتلوا لغدرهم وخبثهم ومكرهم وبعدها الحديبية فكان صلحا قاضيا بنوده قد شهرت وبالعهود سطرت وبعدها فخيبر قد خربت واندحر وخانت اليهود وضاعت العهود وبعدها في مكة فتح عظيم أثبت أبيح للمختار وقتا من النهار وجاء جيش الله يذل كل لاه وفي حنين قد ظفر جيش النبي وانتصر والنصر جاء بعدما أوشك أن ينهزم آخرها فأثبتي غزوة جيش العسرة إلى تبوك سارا يطهر الديار وبعدها الوداع في حجة تذاع أحداثها قد شهرت وفي الحديث ذكرت اليوم أكملت لكم بها تمام دينكم في عامه الحادي عشر في يومه 12 وفي ربيع الأول وفاة خير الرسل أظلمت المدينة وأصبحت حزينة وقد بكى الجميع وانهالت الدموع لفقد ذاك الهادي من شرف النوادي.